السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن تاني محاضرة لينا في الشورت ويف والمايكرويف فيسيوثيرابي، او زي ما احنا هنقول عليه بقى الدايسيرمي. الكونتنت بتاع محاضرتنا النهارده هنعمل زي ريفيجن سريع عن الشورت ويف دايسيرمي. هنتكلم بقى عن الشورت ويف جنريتورز، الجزء ده مهم بالنسبه للجزء الهندسي من ناحيه هندسيه. هنتكلم عن البالسز بتاعه الشورت ويف ثيرابي. هنبدا ان احنا نخش عن الكوبلنج بتاعه الشورت ويف ثيرابي للتيشو، طريقه التوصيل بتاعه الشورت ويف ثيرابي، عمليه الشورت ويف ثيرابي. وفي النهايه هنبدا ان احنا ندردش شويه في المايكرويف دايسيرمي، بما ان الاثنين يعتبروا الشورت ويف والمايكرويف يعتبروا ليهم نفس الكونسبت بتاع العلاج. الشورت ويف دايسيرمي بيعتبر ده موداليتي او طريقه زي ما احنا عارفين ان هو بيعمل ديب هيتنج، عمليه تاثير حراري على التيشو عن طريق ان انا بحول الكترومغنيت انرجي اللي هي الشورت ويفز لثيرمال انرجي. تمام، وبرضو عشان احنا نبقى عارفين ان الكومن يوزد بتاع الميديكال وورد ورك عندنا اللي هو حوالي 27.2 ميجا هرتز. الشورت ويف جنريشن او الجنريتورز، ابدا ان انا عشان احصل على الشورت ويفز قسمت الجهاز بتاعي لقسمين. القسم الاول او الجزء الاول سيركت الاولانيه بتبقى اسمها الماشين سيركت او الاوسيليتور اللي هتنتج لي الشورت ويفز، والجزء الثاني اللي هو البيشنت سيركت او اللي اسمها ريزونيتور، دي اللي هتستقبل لي شورت ويف وتبدا ان هي تديها للبيشنت. تمام، الماشين سيركت بتتكون من هاي فريكوانسي جنريتور، وده بيبقى المسؤول عن الانتاج بتاع الشورت ويف. بالنسبه للامبليفاير ده الحاجه الثانيه موجوده، وهو ده بيستخدم ان انا عايز ان انا اعمل عمليه امبليفيكيشن، عايز اعمل عمليه تكبير للشورت ويفز بحيث ان هي تبقى في المستوى الثيرابيوتيك، تبقى في المستوى العلاجي للبيشنت. ثالث حاجه اللي هو الباور سبلاي، طبعا المين باور سبلاي ده هو اللي بيغذي الجهاز بتاعنا. تاني حاجة طبعا او الجزء التاني من السيركت اللي هي البيشنت سيركت، او زي ما بنقول بيها الريزونيتور، دي بتتكون من فاريبل كاباستور عشان ابدا ان انا اتحكم في الكاباستي بتاعه الريزونيتور سيركت. دي بتحدد لي التيشو اللي انا عايز اعالجه. يعني انا دلوقتي الدكتور عايز يعالج تيشو محدد، او عايز يعالج مثلا الابر لمب، الجزء اللي هو الاطراف العلويه في جسم الانسان، بيستخدم سعه معينه او شده معينه للويفز. ولو انه عايز يعالج جزء معين اخر مثلا اللور لمب، عايز يبدا ان هو يستخدم جزء معين اخر، تمام، او شده معينه اخر من الشورت ويفز. بالنسبه للجزء الثاني او الحاجه الثانيه اللي موجوده عندنا في البيشنت سيركت اللي هي الميثود بتاعه الترانسفيرنج انرجي للتيشو، ودي هتبقى يا اما كاباستيف يا اما اندكتيف الكترودز، وهنبدا ان احنا برضو نتكلم عليها في السلايدز الجايه ان شاء الله. ده بلوك دياجرام كده بيوضح لنا الشورت ويف جنريتورز. الجزء الاول اللي هو اللي فوق هنا ده هو الماشين سيركت او الاوسيليتور سيركت، والجزء اللي تحت ده اللي هو البيشنت سيركت. الماشين سيركت طبعا اول حاجه فيها اللي هي المين باور سبلاي، داخله على هاي فريكوانسي جنريتور اللي هيعمل لي السيجنال بتاعتنا. السيجنال هتخش على امبليفاير عشان هبقى اكون حاططها في المستوى بتاع الثيرابي او الميديكال. بالمناسبه الامبليفاير ده ممكن ان هو يكون في بعض الاجهزه موجود في البيشنت سيركت، تمام، فسواء كان موجود في الماشين سيركت او البيشنت سيركت مش تفرق معانا، تمام. المهم ان يكون الناتج بتاعها مظبوط او مظبوط على الحد الصحيح بتاعها. بعد كده بقى ان انا اخد السيجنال على اوسيليتور كويل اللي هيبدا ان هو يعمل لي ارسال للريزونيتور كويل، هيبدا ان هو يستقبل السيجنال بتاعتي، وعندي طبعا الفاريبل كاباستور يبدا ان هو يتحكم لي في الشده بتاعه الشورت ويفز اللي هتبدا ان هي تروح ل البيشنت تيشو عن طريق اتنين الكترودز. زي ما احنا شايفين دي احدى الميثودز اللي بيتم توصيلها، تحس ان هي شبه الكاباستور، هي اسمها الكاباستيف مود، هنتكلم عنها في السلايدز الجايه ان شاء الله. فانا يكون الشكل العام بتاع الجهاز يكون واضح. بالنسبه لنا هنا دلوقتي في نوعين من البالسز بالنسبه للشورت ويف ثيرابي، يا اما بتبقى كونتينوس مود ويا اما بتبقى بالس مود. الكونتينوس مود دي انا ببقى زي ما احنا شايفين كده في الرسم ده من بدايه التريتمنت لحد نهايه التريتمنت، ونفترض ان هي مثلا تلت ساعه، انا بعمل كونتينوس للشورت ويفز
بتردد اللي هو 27.12 من 10 ميجا هرتز، تمام؟ فبتبقى مستمرة على مدار فترة العلاج، على عكس البالسد اللي بتبقى متقطعة وبتبقى كل فترة محددة، كل فترة معينة منتظمة، بتبقى شورت بالسز ويبقى في ايه ريست بيريودز، بس بتبقى فترات راحة بالنسبة للبيشنت، واللي بيحدد الموضوع ده هو الدكتور، بيحدد هو عايز يبقى كونتينيوس ولا عايز بالسد. نرجع بقى للميثودز بتاعت الكابلنج للشورت ويف ثيرابي بتاعت التيشو. زي ما احنا قلنا هي اما بتبقى كاباستيف فيلد او اندكشن فيلد. زي ما نلاحظ كده الكاباستيف فيلد تحس ان هي شبه الكاباستور، تمام؟ البيشنت سيركت بيبقى جزء من الدايره. اما الاندكشن فيلد فانا كاني لافف زي كويل كده حوالين البيشنت. طب ايه الفرق؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وليه انا استخدمت دي وليه استخدمت دي؟ هنعرف دلوقتي. بالنسبه للكاباستيف فيلد زي ما احنا شايفين هنا كده، البيشنت هو جزء من السيركت، تمام؟ بالمناسبه الكاباستيف فيلد بيقولوا عليها برضو الالكتريك فيلد دايسيرم، تمام؟ هي الجزء هنلاحظ هنا الجزء فيه في الجزء، نفترض ان اللون البرتقاني ده مثلا هو ماسلز، هي عضلات، تمام؟ الجزء البرتقاني دي عضلات، اما الجزء الابيض دوت هو البونز او العظام، والجزء الرصاصي ده البون مارو او نخاع العظام. الابيض دي مثلا هنعتبرها فات تيشو، اللون الاحمر ده سكين. هنلاحظ ان في سيلكتيفيتي، في اختيار محدد بيبدا ان اغلب الاشعه بتروح ناحيته. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الفكره كلها ان كل تيشو او كل نسيج من الانسجه اللي احنا اتكلمنا عنها في البدايه دي ليه ريزيستنس محدده، تمام؟ فبالتالي كلما قلت الريزيستنس كلما كان الالكتريكال فيلد او الالكتريك او الكرنت هيبقى رايح ناحيه الاقل في ريزيستنس، او هتبقى الشده زياده في المنطقه اللي فيها ريزيستنس اقل، تمام؟ بالتالي انا بدات ان انا احصل على سيلكتيفيتي، بدات ان انا احصل على نفاذيه اختياريه للهيت، تمام؟ قدرت ان انا احصل على نفاذيه اختياريه. بعض الناس بيقولوا عليها برضو اللي هي كوندنسر فيلد ثيرمي. فبالتالي احنا بقى اظن يعني اتمنى ان احنا نكون فهمنا فكره ان الميكروويف ايه اللي بيسبب ان مثلا جزء من الاكل بيبقى جزء منه بيبقى لسه بارد وجزء منه بيبقى سخن جدا. الفكره كلها في السلكتيفيتي بتاعه التيشو اللي عندي. لو هو التيشو دوت الريزيستنس بتاعته عاليه مش هيبقى فيه تأثير حراري، بحيث ان لما يتم مرور الكارنت دوت او الالكتريك دوت داخل التيشو يحصل تصادم بين الالكتريك كارنت والذرات بتاعه التيشو فيحصل تأثير حراري، تمام؟ من كل الدنيا وضحت في الكاباستيف فيلد. بالنسبه بقى للاندكشن فيلد الدنيا فيه مختلفه شويه. انا اعتمدت على الماجنتيك فيلد، او زي ما احنا هو كاتب حتى وهو بيقول ان هي الماجنتيك فيلد دايسيرمي، بيسموها الماجنتيك فيلد دايسيرمي. اللي بيحصل ان انا بلف كويل حوالين البيشنت بالمنظر ده كده، تمام؟ عندنا ده التيشو بتاع البيشنت، تمام؟ انا لما بلف كويل وبمر فيه تيار، تمام؟ الكوير ده بشكل دائري بينتج عنه تيار، التيار دوت اسمه ايدي كارنت، بينتج تيار اخر، تمام؟ حصل هنا عندي مجال مغناطيسي نتج عنه تيار اسمه الايدي كارنت او تيار التيارات الدواميه. بيبدا ان الايدي كارنت دوت يعمل عمليه احتكاك مين مع التيشو فينتج لي هيت. وطبعا اللي بيحدد اذا كان انا هستخدم الاندكشن فيلد ولا الكاباستيف فيلد هو الدكتور المسؤول عن الجهاز. اتمنى تكون الدنيا وضحت بين الكاباستيف فيلد والاندكشن فيلد. دلوقتي احنا بقى يعني احنا يعتبر خلصنا الشورت ويفز. اتمنى ان احنا نكون فهمنا الفيزيكس بتاعته، طريقه تشغيله، الجهاز مكوناته عامله ازاي، الدنيا ماشيه معاه ازاي. بالنسبه للمايكروويفز بقى هو يعتبر ماشي بنفس الكونسبت، بس الجهاز ده مش مستخدم بكميه كبيره او مش مستخدم بكميه واسعه جدا، تمام؟ لما نيجي ندردش عنه هنبدا ان احنا ندردش دردشه بسيطه كده. المايكرويف ده سيرمي ده يعني ده فورم من الكترومانيك راديشن، بالمناسبه بيبقى ما بين الشورت ويف، موجات الشورت ويف اللي هي جزء من الراديو فريكونسي، وموجات الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء، تمام؟ فبالتالي هنستنتج استنتاج ان المايكرويف دوت ما بيعملش بنتريشن
بنفس درجة الشورت ويف، وده لسبب بسيط ان الشورت ويفز ليها تردد اقل وطول موجي اعلى من المايكرويفز. تمام، بالتالي ايه اللي بيحصل بالظبط في المايكرويف؟ اللي بيحصل ان الانرجي بتبدا ان هي او الطاقه الحراريه بتبدا ان هي ابسورب، بيحصل لها امتصاص في السيرفيس بتاع البادي، تمام، وجزء منها بسيط هو اللي بيحصل له بنتريشن، تمام، في الديب تيشو بيحصل لها طبعا ابسوربشن جوه الديب تيشو. تمام، السنتاج زي ما احنا قلنا ان المايكرويف ليه فريكوانسي اعلى وويف لينث اقل من الشورت ويف ثيرمي. برضه لازم ان احنا نكون عارفين ان السيرابيوتيك مايكرويف جنريتورز بيستخدم الفريكوانسي بتاع حوالي 2450 ميجا هرتز. ده شكل الجهاز بتاع المايكرويف عشان برضه يكون عندنا خلفيه بيه. برضه لازم نكون عارفين ان في حاجه اسمها ماجنيترون هي اللي بتنتج لي المايكرويفز انرجي موجودة بداخل الجهاز. احنا كده يعتبر خلصنا. اتمنى ان احنا نكون افدناكم في الجهازين دول، وعرفنا برضو فكرة التسخين او السلكتيفتي بتاعت الشورت ويف والمايكرويف ده يا سيرمي. حابب اشكركم جدا، واتمنى اكون مطولش عليكم، والسلام عليكم.